حلقة هامة للغاية. اليوم سأتناول معكم تقارير مخابراتية وليست إعلامية. مخابراتي القنبلة، وهو التقرير الثاني الهام الذي صدر صباح اليوم الخميس، به معلومات مذهلة. فماذا حدث مساء يوم 5 أكتوبر عندما أغلقت إيران مجالها الجوي لمدة 3 ساعات؟ وماذا رصدت أجهزة المخابرات الأمريكية والروسية في تلك الفترة؟ لماذا تم تأجيل الضربة الإسرائيلية على إيران من ليلة 7 أكتوبر إلى موعد آخر؟ لكي تعلموا حل كل هذه الألغاز، شاهدوا هذه الحلقة الاستثنائية للنهاية. أعزائي مشاهدي ومتابعي قناتكم، مساء الخير عليكم جميعا. في حلقة الليلة سنتناول معلومات غير مسبوقة، إضافة إلى تقديري بشأن الأهداف الإيرانية التي من المحتمل أن تقصفها إسرائيل في ضربتها القادمة. وسأقدم في الحلقة القادمة تقييم الحدث الهام الخاص بمرور عام كامل على حرب غزة، وهو ما تم التغطية الإعلامية عليه، تغطية إعلامية وسياسية، بأحداث حزب الله والضربة الإسرائيلية المتوقعة. فلنبدأ حلقة الآن. ماذا يمكننا أن نتوقع من الضربة الإسرائيلية القادمة ضد إيران؟ فبالإضافة إلى الأهداف العسكرية، هل ستتضمن حقول البترول والمصافي الخاصة بالبترول، أم ستعلي سقف التوقعات لتضرب البرنامج النووي الإيراني بأكمله، مستثمرة ظهور هذه الفرصة الفريدة لتنهي البرنامج النووي الإيراني إلى الأبد؟ إيران تعلمت الدرس من تجربة قصف المفاعلين العراقي عام 81، ومن بعده السوري عام 2007، عندما جمعت سوريا والعراق، كلا الدولتين جمعوا تجهيزاتهما النووية ومفاعلها ومصنع الماء الثقيل ومراكز الأبحاث في موقع واحد، أمكن لإسرائيل من مهاجمته وقصفه، وبالتالي إنهاء البرنامجين النوويين العراقي والسوري بضربة واحدة لكل منهم ومكثفة وخلال دقائق. لذا قامت إيران ببناء 4 مفاعلات نووية وثلاث منشآت تخصيب وثلاث مصانع أو 4 مصانع لإنتاج الماء الثقيل وأربع مراكز الأبحاث وموقعين لبناء هياكل القنبلة ومفجرها، ليصبح المجموع 17 موقعا نوويا يمثلون معا البرنامج النووي الإيراني. قامت إيران بتوزيع كل هذه المنشآت جغرافيا على كافة أنحاء إيران، بحيث يستحيل على أي دولة خاصة إسرائيل وباستثناء الولايات المتحدة القيام بمهاجمة كافة المواقع التي تبعد آلاف الأميال عن بعضها البعض في توقيت متزامن. يبقى التساؤل الأخير الذي دائما ما يتم تداوله هو: هل تستطيع إسرائيل وحدها من تدمير القدرات النووية الإيرانية؟ الإجابة على السؤال ده هو يراها الخبراء العسكريين أنها تكمن فيما يلي. نظريا فإن المسارات التي يمكن لأمريكا مثلا استخدامها لضرب المواقع الإيرانية هتكون عن طريق دول الجوار، سواء من الحدود الشمالية الشرقية، ودي بتبقى باكستان وتركمانستان وصولا إلى إيران، أو من الحدود الغربية والجنوبية، سواء كان من الكويت، تركيا، العراق، قطر، البحرين، الإمارات، وطبعا مرورا بالأردن. لابد هنا من التعامل مع عدد من الأهداف داخل إيران بالتزامن عند تسديد الضربة ضمانا لنجاحها. فبالإضافة الكلام ده تفكير لأمريكان والإسرائيليين. فبالإضافة إلى المواقع والمنشآت النووية، لابد من تدمير القواعد الجوية ومنصات الصواريخ اللي هي الأرض جو المضادة للطائرات، ولابد اللي هي موجودة في منظومة S-300 الروسية اللي هي موجودة بحوزة إيران حاليا، وكذا لابد من تدمير كافة مراكز الاتصال والقيادة لإعاقة قدرة إيران وجهدها المسلح، إضافة إلى وهي الأهم ضرورة تدمير قواعد الصواريخ أرض أرض لشل وتحجيم القدرة الإيرانية على الضربات المضادة. 3. الضربة الجوية الشاملة لإنهاء البرنامج النووي بأكمله ستحتاج لإيه؟ 1000 طلعة جوية تقوم بتنفيذها ما يقرب من 100 طائرة قاذفة شبح من طراز B-2 الأمريكية، وكذا طائرات مخصصة لتزويد المقاتلات والقاذفات بالوقود في الجو، وطائرات تقوم بدور مركز الاتصال والمراقبة في أجواء مسرح العملية، إضافة إلى تواجد سفن حربية وغواصات قريبة من الشواطئ الإيرانية للتعامل من خلال إطلاق الصواريخ
على مواقع الأهداف اللي هنتكلمنا عليها. إذن ارتباطا بما تقدم يتضح أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها القدرات العسكرية المطلوبة لتوجيه ضربة شاملة لإيران لإنهاء برنامجها النووي باستخدام أمريكا. بقى ستستخدم ما لديها من قواعد عسكرية قريبة، أنتوا عارفين لدى أمريكا قواعد في كل من تركيا والعراق والبحرين وقطر. كذلك يمكن لأمريكا تدبير الأعداد المطلوبة من كافة الطرازات اللي اتكلمنا عليها، كما أن لديها ما هو مطلوب من عتاد حربي للضربة الجوية. يرى المراقبون أنه لو أدركت الإدارة الأمريكية قبل أو بعد غزو العراق مباشرة سنة 2003 لو أدركت مدى تطور القدرات النووية الإيرانية لكانت قد اتخذت قرارها بالقيام بتوجيه ضربة عسكرية، خاصة أن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان ممهدا بعد أن أصدر مجلس النواب قرارا بتوصية الإدارة الأمريكية بالعمل على منع إيران من حصولها على قدرات نووية. الآن من غير المرجح أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارا بتوجيه ضربة عسكرية شاملة لإيران، على الرغم من تأكيدتها المتعاقبة لإسرائيل بأنها لن تسمح لإيران بالحصول على قدرات نووية عسكرية. بالنسبة لإسرائيل بقى الوضع مختلف، لأنه ليس لديها قواعد ولا لديها تسهيلات عسكرية في أي من الدول المحيطة بإيران، ومن غير المتوقع أن تسمح أي من الدول العربية لا علنا ولا سرا أو حتى تحت الضغوط الأمريكية باستخدام إسرائيل لمجالها الجوي لضرب إيران، لأنهم بيكلموا على الأردن في ذلك. وعليه فإذا ما أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة فإن طائراتها ربما اختصارا للمسافات ستعبر سرا وبدون الحصول على إذن بالعبور وبطيران منخفض للغاية، ستعبر بأقصر الطرق وهي إيه؟ الأردن ثم العراق إلى إيران، الأمر الذي سيؤثر على حمولة الطائرات من القنابل المحمولة وكمية الوقود المستخدم. من المنتظر أن تستخدم إسرائيل ما لديها من الطائرات المقاتلة الشبح اللي هي من طراز F-35 وطبعا المقاتلة القاذفة F-15I، وربما كان لديها من الطائرات القاذفة من طراز B-1 على أن يتم تزويد الكل بالوقود جوا في طريق عودتها. حقيقة أن إسرائيل تمتلك الآن عدد من الطائرات القديمة اللي قامت بتعديلها لتقوم بمهمة تزويد بالوقود جوا، كما سيتم استخدام القنابل الخارقة للخنادق اللي حصلت عليها إسرائيل من أمريكا منذ بداية حرب غزة واستخدمتها في غارتها في غزة وعلى مواقع حزب الله وقياداته. لذلك المحللين العسكريين بيروا إيه؟ أن إسرائيل تدرك أن السلاح الجوي ليس لديه القدرة الاستراتيجية لتدمير 17 موقع ومنشأة نووية في إيران في ضربة جوية واحدة شاملة. ليه؟ البعد الجغرافي كبير، وما تحتاج الضربة الجوية من فترة زمنية طويلة وقدرة وكثافة تدميرية بتوفر ما يسمى عسكريا بقى بيسموه بساط القصف بالقنابل اللي هو بيسموه كاربت بومبك، بما في ذلك إسقاط 80 طن على الأقل من قنابل اختراق الخنادق على كل هدف إيراني. اتصالا بما سبق بقى فإن الخيار العسكري الوحيد المتاح لإسرائيل هو توجيه ضربة جوية محدودة يتم خلالها تدمير 3 أو 4 مواقع نووية بالكتير تدميرا شاملا، ويتم تحديد هذه المواقع بدقة طبقا لأهميتها ونتنز أولهم ومدى التقدم النووي الحادث بداخل كل موقع من هذه المواقع. الهدف من الضربة لن يكون التدمير الشامل، بل إرجاء وعرقلة قدرات إيران بشكل جزئي وتعطيل برنامجها النووي وإعادته ربما لثلاث سنوات إلى الوراء. فهل هذا سيكون كافيا ومرضيا لإسرائيل في المرحلة الراهنة؟ أنا لا أعتقد ذلك، خاصة إيه؟ في ظل وجود معارضة شديدة من الإدارة الأمريكية للخوض في هذا المجال، إضافة إلى مخاطر إنهاء التزام إيران بكل قواعد الاشتباك النووي. ده سيخرجها من معاهدة عدم الانتشار النووي اللي هو NPT، وسينهي رسميا فتوى الخميني التي يلتزم بها خامنئي حتى الآن بتحريم إنتاج السلاح النووي، تحل محلها فتوى بجواز تصنيع القنبلة النووية لأسباب وجودية. هنا يجب أن ننتبه إلى أن يوم 1 أكتوبر عندما بدأت الضربة الإيرانية مساء كان البرلمان الإيراني يناقش إمكانية إصدار فتوى تبيح
السلاح النووي وإنتاج القنبلة النووية لأسباب وجودية طبقا لما تحدث به هؤلاء النواب. المحصلة هو عدم اقتناع الشخصي بأن إسرائيل ستقدم على هذا الخيار. أما بالنسبة للقطاع البترولي فلو طالت الضربة الإسرائيلية حقول البترول ومصافي النفط وأماكن تخزينه في أصفهان وفي ميناء عبدان فإن شظايا هذه الضربة ستصيب الانتخابات الأمريكية في مقتل وستعزز من فرص ترامب وربما هذا ما يريد نتنياهو وستؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية خاصة مع ما هو منتظر من إيه؟ من محاولات إيران الرد بقصف منشآت الغاز الطبيعي الإسرائيلية اللي هي في البحر المتوسط وصعوبة حماية تلك المواقع البحرية بمنظومات دفاع جوي. أضف إلى ذلك وهو الأخطر بقى إمكانية قيام وكلاء إيران بقصف كل الحقول البترول لدى دول الخليج وعلى رأسها السعودية والكويت والإمارات. ده على غرار إيه؟ على غرار ما حدث لمنشآت البترول السعودية في عام 2019. ده سيمثل خيار شمشون لهدم المعبد على رؤوس الجميع وما قد يسفر عن ارتفاع جنوني للأسعار وكارثة على الاقتصاد العالمي. لكن هنا تظهر إمكانية قيام إسرائيل بضرب ميناء بندر عباس الإيراني فقط باعتباره إيه؟ باعتباره رئة التنفس لتصدير إيران لبترولها وغازها الطبيعي بما سيسفر عن عدم التصدير وشلل الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد 25% من إيراداته على صادراته البترولية. بيتبقى السيناريو الأرجح من وجهة نظري وهو قصف الأهداف العسكرية داخل إيران. فما هي أهم تلك الأهداف؟ الأهداف بالبحث كده وجدت أن أهم الأهداف دول العسكرية الإيرانية هي الآتي وهي الممكن استهدافها يعني. واحد، قاعدة تبريز العسكرية، قاعدة كرمنشاه العسكرية، قاعدة خرمباد، قاعدة حج عباد، مركز شهود للفضاء، مركز الخميني للفضاء، مصنع أصفهان للصواريخ، مصنع شيراز للصواريخ. دول 8 أهداف. والعلم مشاهد فإن مراكز أبحاث الفضاء، لأن حد يقول لي اشمعنى مراكز أبحاث الفضاء؟ لأنها بترتبط بصناعة الصواريخ الباليستية ومن ضمنها الصواريخ الفرط صوتية اللي استخدمتها إيران في ضربة الوعد الصادق 2 اللي حدثت في أول أكتوبر. لذا فإنه في تقدير الشخصي من المرجح أن يتم التركيز على تلك المنشآت العسكرية خاصة مراكز إنتاج الصواريخ ومنصات إطلاقها انتقاما من إيه؟ من ضربة إيران الأخيرة بتاعت 1 أكتوبر. وربما أيضا ستستهدف إسرائيل ستستهدف مقرات أجهزة المخابرات والحرس الثوري الإيراني وربما القيادة السياسية وعلى رأسها المرشد الأعلى خامنئي لو أمكن تحقيق ذلك. وطبعا احنا عارفين ان الايرانيين بعد تصفية حسن نصر الله اخذوا المرشد بتاعهم ووضعوه في اماكن مخابئ من المفترض انها تكون امنة وبعيدة عن ايدي اسرائيل للوصول اليه. نضيف لذلك بقى موانئ تصدير البترول وهو ما يمكن اعتباره مقبولا عالميا وسيمنح ايران بعد انها تقلل من نتائج الضربة دي امكانية عدم الرد والتورط في تصعيد لمواصلة حرب حتما ستكون إقليمية. في اعتقاد الشخصي إن إسرائيل ستؤجل الضربة البترولية والنووية لمرحلة لاحقة إذا ما ردت إيران على الضربة الإسرائيلية المنتظرة. الآن سأتناول معكم ما علمت صباح اليوم الخميس. الحقيقة لم ينتبه الجميع صباح يوم 1 أكتوبر إن البرلمان الإيراني بدأ مناقشة ضرورة إصدار فتوى تسمح بإنتاج السلاح النووي لأسباب وجودية. في نفس اليوم تمت الضربة الإيرانية 1 أكتوبر بالليل. فما دلالة ذلك؟ يؤكد تقرير مخابرات اللي بقول لكم عليه أن إيران عندما أغلقت مجالها الجوي مساء يوم 5 أكتوبر ظن الجميع أن الإغلاق كان بسبب تجربة منظومة الدفاع الجوي الإيراني لمواجهة الضربة الإسرائيلية المنتظرة في مساء اليوم التالي اللي كان 6 أو 7. لكن إيران فتحت مجالها الجوي بعد 3 ساعات فقط. فما هو السبب؟ الوارد في التقرير المخابراتي أن إيران أجرت أول تفجير نووي لها في باطن الأرض تحت أحد الجبال في صحراء إيران. وبيؤكد التقرير أنه تم رصد زلزال بقوة 4.5 ريختر في صحراء إيران ولم يتم رصد أي تحركات سيزمية أو تكتونية في باطن الأرض في هذا الموقع. ده بيرجح أن ما حدث هو بسبب تفجير نووي. بيؤكد تقرير أن أجهزة رصد المخابرات الأمريكية رصدت ذلك وأبلغت إسرائيل على الفور بما حدث. هنا لا
لو تفتكروا خرج نتنياهو في كلمة كده متلفزة ليؤكد أنه تم تغيير اسم الحرب من السيوف الحديدية إلى حرب يوم القيامة، هرمجدون زي ما كان بيقولها. لذا تم تأجيل الضربة الإسرائيلية التي كان مقرراً لها ليلة 7 أكتوبر، وإلغاء رحلة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي يوم 8 أكتوبر دون أن يعللوا ما هو سبب الإلغاء، سواء جانب إسرائيل أو من جانب أمريكا. طيب، إذا ما صدقت صحة معلومات هذا التقرير، فإنني أرى أن إسرائيل ستركز على ضربة عسكرية رمزية وتنتظر حتى تقوم بتقييم الخطوة الإيرانية لمعرفة المزيد من المعلومات. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا الليلة، وإلى أن نلتقي في حلقتنا القادمة في موعدها الثابت بإذن الله، أقول لكم أنا رفعة الأنصاري، اصبحون على خير.